عودة أخطر دوري في العالم بمدرجات فاضية وتيشيرتات من غير لوجوهات الفرق ومشاكل معتادة بسبب البث التلفزيوني. أهلا بيكم في الدوري المصري. اختيار أفضل 11 في الجولة الأولى من الدوري ما كانش صعب. محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى الفرصتين من سموحة في نهاية الشوط الأول علشان يحافظ على فوز فريقه. في خط الدفاع رجب بكار باك يمين بيراميدز اللي حافظ على الشكل الكويس اللي ظهر بيه الموسم اللي فات وصنع جول في فوز فريقه بربعية على إنبي. باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي الدولي اللي بأداء كبير حافظ على نظافة شباك فريقه في الفوز على الجونة بره ملعبه. من الإنتاج الحربي معاذ الحناوي اللي قدم أداء كويس جدا حافظ بيه برضه على نظافة شباك فريقه وكمان سجل جول في الفوز على نادي مصر بثلاثية. احمد شديد قناوي باك شمال الانتاج الحربي اللي صنع الجول الاول وحصل على ضرب الجزاء سجل منها الانتاج الحربي الجول الثاني. في خط الوسط اتنين من لعيبة بيراميدز عمر جابر اللي ظهر باداء مميز اكتر من مشاركته كباك يمين وسجل الجول الاول، مع عبد الله السعيد اللي دايما هو المحرك الاساسي لهجمات بيراميدز وسجل جولين من ضمن الرباعيه في انبي. الاسم الثالث هو رمضان صبحي اللي سجل اول اهداف الاهلي في الدوري بفينش مش معتاد من رمضان صبحي اللي بيعمل كل حاجه في الكوره الا اللمسه الاخيره. في خط الهجوم عمرو مرعي مهاجم مصر المقصه اللي رجع جعان للكوره وسجل جولين انقذ بيهم فرقته من مفاجاه ضد اسوان. اسلام فؤاد صاحب جول اول مفاجاه في الدوري في فوز طنطا على وادي دجله. الاسم الثالث مصطفى محمد مهاجم الزمالك اللي استلم تمريره زيزو وتصرف بشكل مختلف تماما عن كل مهاجمين مصر، لف وشاط بشكل مباشر عشان يسجل جول الفوز في الاتحاد. والسؤال دلوقتي ازاي مصطفى محمد ملعبش اساسي ماتش الصبح؟ افضل فريق في الجوله الاولى من الدوري هو بيراميدز. بسياسة جديدة بدأ بيراميدز الدوري بعد ما باع كينو وقفشة وبنافنتي وأسماء تانية كتيرة في الصيف. خسر من الزمالك 3-0 في نهائي الكاس، لكن من الواضح ان هو بدأ الموسم بأفضل شكل ممكن. حقق أكبر فوز في الجولة الأولى علشان يعلم من بدري ان سياسته الجديدة مش هتأثر على أهدافه في المنافسة. أفضل لاعب في الجولة عبد الله السعيد، كالعادة هو اللي بيتحكم في حركة الكرة في خط وسط بيراميدز. أداء فريقه بيتأثر بأدائه وسجل جولين في الفوز على إنبي. أفضل هدف في الجولة جول الأهلي في سموحة، استلامة ممتازة من مروان محسن اللي واقف على كورته وغير حركة جسمه بسرعة علشان يدي رمضان صبحي انفراد، كمله بلوب بروس حلاوة الجول. أفضل مدرب في الجولة أيمن المزين مدرب طنطا. أيمن المزين قاد أربع فرق قبل كده للصعود للدوري الممتاز كان آخرهم طنطا اللي حقق معاه أول مفاجآت الموسم وفاز على وادي دجلة 1-0، بس الأهم من الفوز إن طنطا ما كانش بيلعب بعشوائية، بالعكس بدفاع منظم فشل التمريرات وادي دجلة في التعامل معه. مفاجأة الجولة مفاجأة إيجابية، وهي إننا خلصنا ماتشات الجولة الأولى من الدوري في 3 أيام ومن غير أي تأجيل، رغم إن عندنا أربع فرق هيلعبوا ماتشات عودة في بطولات أفريقيا. اللي ناقص دلوقتي إننا نلعب بالكورة الموحدة اللي اتحاد الكورة أعلن من بدري إننا هنلعب بيها، بس للأسف ما ظهرتش.